رمضان إيمان واتزان مع حاتم سفرجي. بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، من أتى بالرسالة والهدى رسول رب العالمين، عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام من الآن إلى يوم الدين. حلقتنا عن علاقة العبادة بالاعتدال. نسمع كثير من الناس يتنطعون في الدين، وهذا ليس بجائز. فالحبيب صلى الله عليه وسلم في حديثه يقول: هلك المتنطعون. من هم المتنطعون؟ المتشددون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه: ما شاد الدين أحدا إلا غلبه. فهي المسألة ليس بالتشدد ولكن بالاعتدال. وخلقناكم أمة وسط، إحنا أمة وسط، لا إفراط ولا تفريط، لا تكن لينا فتعصى ولا تكن قاسيا فتكسر. فأمر الاعتدال في العبادة أمر واجب. روح القلب ساعة وساعة وترويح القلوب. فواحد يقول لي: طب الإسلام ما في ديك الحرية؟ أقول له: لا، بالعكس، فديننا فيه كمال الحرية، ولكن الحرية ما كانت بين ميزاني الله ورسوله، ما كان بين ميزان القرآن وميزان السنة. وهناك مساحة شاسعة في بين هذين الميزانين، فإذا أدركنا مساحة الحرية الإسلامية أدركنا نعمة الاعتدال. واحد يقول لي: هل الاعتدال نعمة؟ أقول له: أي نعم، عندما تكون معتدلا في دينك وعبادتك أدركت معنى الوصول إلى رب العباد. فلم يخلقنا الله، شوف السر، لم يخلقنا الله لا أمة يمنى ولا يسرى. فالاعتدال سير في المنتصف. وخلقناكم أمة وسطى، ليه؟ لأنه عندما الإنسان يسير في المنتصف يسير بطريق جميل، فلا يكون يمينا فيميل يمينا ويكسر اليمين، فلا يستطيع العودة إلى جنب الآخر، ولا يسير شمال، ولا يستطيع العودة إلى الجانب الأيمن. فالسير في المنتصف لكي يسهل عليك، إن ذهبت يمنة واختليت استطعت العودة للمنتصف، وإن اختليت شمالا استطعت العودة للمنتصف. فالإنسان قد يحيد بشدته وتمسكه وتزمته إلى اليمين، يستطيع العودة والاعتدال لمن أراد الله له ولمن أدرك معنى الاعتدال. ومن الإنسان الذي يتناسى دينه ويكون في محطة المعاصي والفجور أعاذنا الله وإياكم، فيسهل عليه الاعتدال. طب هنا رمضان إيش علاقته بالاعتدال؟ واحد يقول لي: أنا أصلي التراويح كلها. أقول لك: يا عم، هي مو تصليها كلها، لأنه اختلفوا، صلى من صلى 2 ومن صلى 4 ومن صلى 6، فعندك مساحة. أنا أصلي التهجد كله. أقول له: مو شرط ولو بركعة، هي المسألة في الاعتدال. لما أصلي أدرك أن بين يدي الله، فكيف تكون في اعتدالك؟ أين مقياس العبادة في هذا الصلاة؟ أين مقياس العبادة في التراويح؟ ممكن أصلي التراويح 20-21 ركعة، طب في الأخير هل هناك خشوع؟ إذا لا يوجد اعتدال. الاعتدال في مقياسك، في اتزانك، في أمورك الوسطية، أن تكون معتدلا في عبادتك داخليا، فتكون مع الله خاشعا لو ركعة واحدة، لو ركعتين، ولكن بدون تزمت، لا تتشدد وكل شيء فيه حرام، لا، الحياة فيها كل جمال، الحياة فيها كل الراحة، الحياة فيها كل السلام. فاعتدلوا في عباداتكم تصلحوا من أحوالكم. فاصل وبعدها نواصل. رمضان إيمان واتزان مع حاتم سفرجي. مستمعين الكرام، عدنا لكم بعد ثواني اشتياق.
ونستكمل حلقتنا عن علاقة العبادة بالاعتدال. وضيفتنا الجميلة الداعية الرائعة سادة والدكتورة اعتدال إدريس، أهلا ومرحب بك ست الكل. أهلا وسهلا، حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ابني أكثرت من المقدمة، يعني قول ضيفتنا اعتدال إدريس والسلام، يكفي كده. يا ستنا، إذا لم تكوني أنت من تيجان رؤوسنا فمن يكون؟ الله يكرمكم، الله يعزك داركم، الله يعزك داركم، الله يعز والدتنا كيف ولو. الله يكرمكم يا رب، يرفع مقداركم إن شاء الله. تفضل يا أستاذ. اعتدال، ما هي علاقة العبادة بالاعتدال؟ سبحان الله العظيم، الإسلام أساسا دين الوسطية. طيب، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الوسطية هو دين الإسلام. الاعتدال في كل شيء، في العبادة، في المحبة، في الكراهية، حتى في كل شيء الاعتدال مطلوب عندنا، والاتزان، لأنه هي أمة وسطية. فعندك القرآن، يعني سبحان الله العظيم، في الشرع محدد كل شيء بموازين محددة، ما لا إفراط فيها ولا تفريط. يعني مثلا تعال الصلاة، طيب الصلاة فيها أعطانا الإسلام حدد لنا 5 فروض، تبغى تزيد زيد، ولكن بإيش؟ بمقدار، بحيث إنه لا يمنعك عن حياتك اليومية. الرجل اللي جاء، المرأة جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم، فرآها، يعني رأى شكلها مهمة، فقال لها ليه؟ يعني قالت له فلانة زوجها إنه ما يعني يصلي دائما، يصلي دائما، يصوم دائما. فالصحابة بيقول هذا تمدح زوجها، هو أعتقد إنه الرسول أولى علي بن أبي طالب، فقال لهم هي ما تمدح زوجها، هي بتذمه. فقال له حتى يعني في حديث ثاني إنه لبدنك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، كل فأعطي كل ذي حق حقه. لأنه كان طول الوقت بيصلي، طول الوقت صائم، طول الوقت قائم، لم يعطي هذا. فعندنا الإسلام دين الوسطية، بحيث أنه تبى تصلي صلي، ولكن لا يؤثر هذا على على علاقتك بحياتك الدنيا. وابتغ فيما أتاك الله إيش؟ طيب، وابتغ فيما أتاك الله ولا تنسى نصيبك من الدنيا. نعم صح. يعني ياخذ الانسان اللي يعني سبحان الله العظيم اللي يقربه من الله سبحانه وتعالى. ولا اقصد بهذا الكلام انه الانسان يقول لك يلا انا خلاص الدنيا، انا مشغول، انا عندي دوام، انا عندي، يا دوب ادي حق الـ 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 يعني حق الناس للناس. لكن احنا بنقول انه ما يمنع لتزكية النفس، ما يمنع لتطهير النفس، ما يمنع لي تزكية الاخلاق وتزكية النفس وسمو علاقتها بالله سبحانه وتعالى من غير إفراط ولا تفريط. يعني إحنا أحيانا بنشوف ناس يا إما كل حياتهم عبادة، نعم، وتنطع في الدين، وهذا بينعكس، نعم، سلبيا على بعض السلوكيات، نعم، لأن الله عز وجل يريدنا متزنين في الأمور، في وسطية، نعم، نعم. فلو حاد عن الوسطية أنعكس عليه بالسلبية. نعم نعم، زي ما لما أنا قلت لك هذا، قال له إن لبدنك عليك حقا، ولأهلك، ولنفسك، ولأهلك، كلهم، تعطي كل ذي حق حقه. زي ما أنت قلت، طول الوقت مثلا قاعد منقطع، الدين الإسلام ما عندنا رهبانية. إحنا عملك في الدنيا، حتى عملك في الدنيا إذا ابتغيت به وجه الله يتحول عبادة. سعيك في الأرض، لما الصحابة كانوا قاعدين فرأوا شابا جلدا أمامهم ويعني بيمشي بقوة ورايح، فقام الصحابة قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم لو هذا وضع يعني جهده وقوته في الجهاد كان أفضل له. فقال لما الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لو كان بيسعى على أهله وبيسعى على زوجه وبيسعى على أبناءه ويسعى على هذا، فهو في عبادة إلا من يرجع. ليه؟ لأنه إحنا ورهبان، يعني القرآن انتقد الرهبانية، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. الانقطاع للعبادة ليست مطلوبة، ما عندنا في الإسلام. الإسلام جعل حتى قال له اللقمة ترفعها في سيف في فم زوجتك صدقة. طيب، حتى العلاقة الحميمية بين الزوجين اعتبرها أجر وعبادة.
قالوا له يا رسول الله كيف تعتبرها؟ قال رأيتم لو وضعها في حرام، لو وضعها في حرام حتكون حرام، لكن لو وضعها في حلال حتكون إيش؟ عبادة. تعتبرها عبادة، الأكل عبادة، النوم عبادة. طبعا مش النوم ينام 20 ساعة بعدين يقول عبادة، لا، النوم بالاعتدال والتزان زي ما أنت قلت بالتزان، إنه يحسب. حتى الصحابي كان إني قال لأحسب نومتي وقومتي لله. إذن نقول اعتدلوا في كل أمور حياتكم بميزان تصفو وتسعدوا في ظل الرحمن. شكرا لك يا أستاذ اعتدال على هذا الحديث الرائع وعلى تواجدك معنا، وشكرا لكم مستمعي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.